بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد ياسين Appsstuff Middleware. النهاردة معانا موضوع شيق جدا، وموضوع ان شاء الله هيكون سهل وممتع للجميع، خاصة الناس او المبرمجين الجافا اللي عندهم صعوبة في التعامل مع الاوراكل ستور بروسيجر. هتعلم النهاردة ازاي نبلد الجي اس بيز او الجافا ستور بروسيجرز، وازاي نقدر نتعامل مع الداتابيز كاننا بالظبط بنكتب ستور بروسيجرز. ناس كتيره جدا من مبرمجين الجافا عندهم مشكله في التعامل فعلا مع الاوراكل داتابيز، خاصه في البي ال اس كيل، وخاصه ان دي بروسيجر لانجوج والجافا هي اوبجكت اورينتد، فبالتالي في صعوبه جدا فعلا في الفهم او التعامل مع الستور بروسيجر. النهارده هنتكلم ازاي نقدر نبلد جافا كلاسز عاديه جدا، ما فيش اي فرق بين بيلد جافا كلاس، نفس الامبلمنتيشن، نفس الانهيرتنس، نفس الاوبجكت اورينتد، ولكن داخل الاوراكل ديتابيس. ليه محتاجين نستخدم الجي اس بيز، وايه الفيتشرز اللي ممكن نستفيد بيها من استدعاء او كتابه الجافا داخل الديتابيس؟ في البدايه احب اقول ان الجافا معروفه ان هي لغه واسعه الانتشار، فيها فعلا هيتروجينيس من الكومبوننتس والفيتشرز اللي ممكن تفيدنا في شغلنا، وبالتالي نقدر نتعامل مع السكيورتي، نقدر نتعامل مع ال اتش تي بي وال اتش تي بي اس والانترنت، نقدر نتعامل مع الفايلز، نقدر اكستراكت فايلز ونزيب فايلز، نقدر نعمل شغل كتير جدا بالجافا. احيانا بيبقى في قصور من الاوراكل داتا بيز ان هي تقدر تتعامل مع هذه الفيتشرز، وبالتالي محتاجين ان احنا نكستند الفيتشرز اللي موجوده في الاوراكل داتا بيز باستخدام الجافا. الجافا او الاوراكل في الاصدار 10 جي وفرت لنا نيو كومبوننتس اللي هي الجي اس بي او الجافا ستورد بروسيجرز، عشان اقدر ان انا اكستند الفيتشر بتاعتي، اقدر اعمل ترانزاكشنز اوفر ذا انترنت او اوفر ذا ويب، اقدر كونسيوم سيرفيس، اقدر اتعامل مع الاف تي بي، وبالتالي كل الكلام ده كله كان محتاج ان احنا ننجكت الاوراكل كلاسز انسايد الاوراكل داتابيز. هنتعلم النهارده ستيب باي ستيب وخطوه بخطوه انشاء كلاس وانجكت الكلاس ده داخل الاوراكل داتابيز، وفي الاخر هنستدعيه بسهوله جدا. كل اللي محتاجينه منك تكون عندك خلفيه عن الجافا، وعندك خلفيه بسيطه جدا عن ان انت تكول الستور بروسيجر، مش هتبيلد ستور بروسيجر، انت كل القصه بس ان انت هتستدعي الجافا كلاس بتاعتك. تعال نبدا مع بعض. الجافا ستور بروسيجرز او الجي اس بيز، يبقى الاختصار جي اس بيز او جي اس بي هي الجافا ستور بروسيجر، ولازم نبقى عارفين ان هي عمليه اكستندنج للداتا بيز فيتشرز، وبالتالي انا بزود الفيتشر والمزايا اللي موجوده في الداتا بيز، وهنشوف كمان ايه اللي ممكن نضيفه باستخدام وان احنا نعمل انجكت للاوراكل للجافا انسايد الاوراكل داتا بيز. المبرمج ده بيفكر انا مثلا حاجات كتير محتاج اعملها مش عارف اعمل ايه، طبعا هو عاوز ايه؟ I need to extend a database feature like database transaction over the network and internet, send an email, FTP upload files, generate PDF files, zip or extract files, interact with another language. في حاجات كتير محتاج يعملها وواقف بسبب ان الاوراكل ستور بروسيجر مش بتوفر له الفيتشرز دي. الطبيعي نفهم الاول يعني ايه ستور بروسيجر قبل ما نفهم يعني ايه جافا ستور بروسيجر. الطبيعي ان عشان اتعامل مع الداتابيز عن طريق اليو اي، عن طريق الموبايل، عن طريق التابلت، عن طريق الابلكيشن، عن طريق اي انذر ابلكيشن، عشان نتعامل مع الداتابيز في عندنا لغه الاس كيو ال او الاستراكشر كويري لانجوج، عشان اقدر اعمل انسيرت، ابديت، ديليت، هكذا. طيب ايه الستور بروسيجر؟ الستور بروسيجرز هو ان انا بيكون عندي مجموعه كبيره جدا من الاجراءات، مش هينفع انفذها 1 باي 1، لا انا محتاج مجموعه جدا من الترانزاكشنز اعملها مره واحده.
يعني هنفترض ان انا بعمل ريفورماتنج للداتا بتاعتي، بعمل فاليديت للداتا معينه، بفاليديت الاستراكشر، بتاكد ان الداتا قبل ما بيحصلها انسيرت في مجموعه بروسيسز، احيانا بجيب داتا من اكتر من داتابيس مختلفه وبجمعهم في مكان واحد عشان اعمل انسيرت، احيانا بعمل فلترنج للداتا قبل ما اعمل انسيرت او ابديت او ديليت. ففي مجموعه كبيره جدا من ترانزاكشنز لازم اعملها، فمش هينفع استخدم الاس كيو ال لوحديها، لازم استخدم الستورد بروسيجر. فالستورد بروسيجر ان انا عندي مجموعه كبيره جدا من الاجراءات، الاجراءات دي هتتم مره واحده باي بيسموها وان كول، يعني وان كول انا اقدر اعمل كل الاجراءات دي، سواء عمليه ان انا اريد الداتا او انسيرت او ابديت او ديليت. وبالتالي هو مره واحده استدعاء مره واحده هنفذ لي مجموعه كبيره جدا، بتوفر لي طبعا موضوع التريب اراوند بتوين الكلاينت والسيرفر، وبالتالي مش محتاج ان انا كل شويه هنفذ ستيب باي ستيب، لا انا كل الاجراءات مره واحده. طيب اوركل توفر لنا الاوركل ستور بروسيجر، وهي لغه اجرائيه بروسيجر لانجوج، وهي بتساعدني ان انا زي ما اقول بنعمل الكلام ده كله. وفيها فيتشر فعلا جميله جدا وكتير، ولكن زي ما قلنا ما زال هناك حاجه خاصه مع الانتجريشن بتم والهيجول ترانزاكشن بتم والانتجريشن مع الويب ومع السيرفيسز ومع الفايلز، فبالتالي احنا محتاجين نكستند الاوركل داتابيز فيتشرز يوزنج الجافا كلاس. تعال نبدا اول مثال. هنفترض ان انا هبدا اجنريت نيو جافا كلاس، وده هنقول ده الهالو وورلد بتاعنا خلاص، وده الهالو وورلد، ده مجرد بس ايه هنعمل حاجه بسيطه عشان نعرف، هنقول ايه public static مثلا string، عشان ده هيرجع لي string، وقول مثلا ايه get my name، انا هديله اسم مثلا ويرجع لي اي حاجه كده هالو وورلد مش اكتر، وهالو وورلد ده هيرتيرن، هيقول ريتيرن مثلا ايه هاي بلس، طبعا ايه هندخل هنا string عشان نقول النيم اللي هيقوله نيم، وده هيقول هاي نيم، بس هو حاجة بسيطة جدا هلو وورد عادي جدا، كل القصة بس ان ايه هديله اسم حد معين واقول له هاي، مش محتاجين اكتر من كده. تمام طيب كده خلاص، نبدأ الآن الستيب الثانية ان احنا هنفتح مكان الكلاس بتاعنا ده، ممتاز ادي الهالو وورلد بتاعنا، هنيجي هنا في الكوماند هنقول له سي ام دي هيفتح لي الكوماند بتاعتي، ممتاز، وهنيجي نقول له ايه هنقول له لود الجافا، ابدا اعمل لي لود لجافا. يعني ايه لود لجافا؟ يعني انا هنجكت جافا في الداتابيز. طيب اسالني اول حاجه محتاجين هنلود الكلام ده كله فين؟ هقول له في اليوزر اللي اسمه اتش ار، انا استخدمت الاتش ار سكيما اللي احنا عندنا تقريبا في كل الاجهزه بتاعتنا، اد او ار، ممتاز، انا بقول له روح اعمل لي لود للجافا كلاس حطه لي في المكان ده. طيب ممتاز جدا، لو انا محتاج اعمل فيو للبروبرتيز ماشي، وبعدين هديله اسم الكلاس بتاعي اللي هو ايه؟ هالو وورد جافا، بس هنعمل انتر، هيقول لي الباسورد بتاع الداتابيس بتاعتك ايه؟ اتش ار، فعلا بدا يلود السورس ويكريت السورس بتاعنا ويلود الداتا بالمنظر ده، زيرو ايرور، مفيش اي مشاكل الحمد لله، يبقى كده الجافا بتاعتي سليمه وشغاله. الان هندخل الداتابيس بتاعتنا، ندخل على اتش ار سكيما على الجافا كاتيجوري، هنعمل بس ريفرش هنا، هنلاقي فعلا الهالو وورلد فعلا ظهرت بالمنظر ده. احيانا ممكن نحتاج كومبايل، ففعلا نلاقي فعلا الجافا كلاس بتاعتي ظهرت. ممكن انت ممكن فعلا ممكن تجريت الكلام ده من هنا، مش محتاج تكتب في اي لغه ثانيه، ممكن تيجي هنا وكريت اور بليس اور كومبايل اور ريسولف جافا سورس واديله اسمه واكتب الجافا كلاس عادي هنا تماما، مفيش اي مشكله. كل بص الجديد عندك بس ان انت اللاين ده بس، كل اللي داخل اللاين ده جافا كلاس عاديه جدا، هنشوف الكلام ده كله في المثال الثاني. فعندي create or replace and solve java source وبديله اسم السورس نيم، مهم جدا اسم السورس نيم ده اللي هنشتغل عليه، بلس اسم الميثود
اللي احنا محتاجينه. ممتاز جدا. طيب النكست ستيب ان احنا محتاجين بقى نكول الكلام ده كله، احنا خلاص عملناه. فكل القصه ان انا هنيجي مثلا هنا في الباكج بتاعتنا، ممكن تحطها في باكج، ممكن تحطها في اي مكان ما فيهاش مشكله، باكج او بروسيجرز او فانكشنز. بس انا افضل انا عامل هنا المثال، عامل مثال ان انا عامل باكج للاتش ار، الباكج دي بحيث ان اي جافا كلاس ممكن تعمله انستول او تقراه من هنا. تعالى نحط المثال بتاعنا هنا. المثال بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه فانكشن، خلاص هنقول له ده فانكشن. شوف كل اللي تعمله الناس اللي بتعرف جافا مش هتحتاج اكتر من كده. هنقول بس ايه، سي هلو، والسي هلو ده محتاج بس نيم مثلا او في نيم مثلا، ده عباره عن ان وده كاركتر، وده هيرتيرن هيرتيرن مثلا اي سترينج او كاركتر. بس احنا كده كل اللي بس هنستخدم الفانكشن دي عشان نريتيرن فاليو، وبروسيجرز لو كان هن اكسكيوت اللي هي الفويد دي مقابل الفويد في الجافا، ودي الريتيرن فاليو في الجافا. وبالتالي اذا في ريتيرن فاليو هنقول له فانكشن بتريتيرن كاركتر او بتريتيرن نمبر او بتريتيرن انتجر از يو وانت، ونفس الكلام بروسيجرز بس البروسيجر بدون ريتيرن. ادي الفرق بين الفويد والريتيرن فاليو. تمام. يبقى احنا في الباكج نفسها في السبيسيفيكيشن بنحط بس السبيسيفيكيشن الخاصه بالبروسيجر او فانكشن، او زي ما احنا عارفينها في الجافا اللي هي ايه، اللي هي الابستراكت كلاس او ابستراكت ميثود. نفس الطريقه هو ده يعتبر ابستراكت كلاس ودي ابستراكت ميثود. عشان نعمل امبلوديشن المفروض بنيجي عند حاجه اسمها باكج بودي، وباجي في الفانكشن بتاعتي نفس السيجنتشر بالظبط، بس باجي هنا في الطبيعي في البي ال سيكول، فانا بقول له از وبقول له بيجن وباجي اقول له اند، ده الطبيعي والناس بتاع اوركل عارفين الكلام ده. هنا ببدا اكتب الكود بتاعي. طيب ممتاز. في الجافا مش هنبدا نستدعيها بالطريقه دي، ولكن هقول له ان دي عباره عن از لانجوج، دي اسمها هتكون جافا، واسم الميس بتاعتنا وادي له اسم الميس اللي احنا عملناه هناك، واقول له دي هتدخل الفاليو اللي هي هنا، يبقى هي تكون هنا. واذا كان في عندي اكتر من بارامتر لازم يكون بنفس الترتيب، فاقول له دي عباره عن ايه؟ عباره عن سترينج، دي عباره عن سترينج. وطبعا في ريتيرن، يبقى دي كمان هترتيرن ريتيرن سترينج بالمنزل. بس يعني كل اللي احنا محتاجينه كجافا ديفلوبر محتاجين اللاين ده بس، مش اكتر من كده. اسم الميس بتاعتي اهي، اسم كلاس بلس اسم الميثود والبارامترز او السيجنتشر اللي احنا هنشتغل بيه والريتيرن فاليو. تعال نبيلد. فعلا حصل بيلد مفيش مشكله. تعال الان نبدا نستدعي الكلام بتاعنا ده. عندي باكج، الباكج دي فيها الورد، الورد انسرت فاليو وتروح تنادي جافا كلاس. يبقى كل القصه ان انا باجي هاخد اسم الباكج بتاعتي وهاجي مثلا هنا نفتح نيو تاب، نقول له سيلكت مثلا اسم الباكج دوت سي هلو، وادي له مثلا محمد اسم ماي نيم، واقول له فروم. تعال نشوف هيقول لي ايه. فعلا راح نفذ وقال لي هاي محمد، فنفذ. وتعال نقول له محمد ياسين، نغير ونكسكيوت مره ثانيه، راح قال لي هاي محمد ياسين بالمنظر. يبقى كده ايه، قدرنا عن طريق الستور بروسيجر او الجي اس بي جافا ستور بروسيجر ان انا انادي على جافا كلاس وانفذ في الامبلمنتيشن. تعال ناخد مثال سريع جدا نفس اللي احنا قلناه مفيش جديد، ولكن ازاي بقى نبدا نفتح كونكشن وننسيرت داتا. الفكره عندي ان عندي هنا نفتح على التيبلز، عندي التيبل الخاص بالجوبس، الجوبس ده فيه الاي دي والتايتل والسالري مينيمم سالري والماكسيمم سالري. محتاجين نعمل جافا كلاس، الجافا كلاس ده او الميثود ان هي تقدر تعمل انسيرت عن طريق الجافا
بالطريقه دي ونبدا نعمل نفس الخطوات. نفس القصه انا مجهز هنا مثال. المثال طبعا لو في مشكله ممكن نرجع لمحاضراتنا القديمه في التعامل مع الجافا والاوراكل دي داتابيس. كل القصه ان انا عملت ميثود تجيب لي كونكشن، بس هنا الفرق ان الكونكشن هنا مش هدي له اسم الاوراكل درايفر. كل القصه بس اقول له ايه جافا جي دي بي سي ديفولت كونكشن، دي مهمه جدا بس، يعني فتح الكونكشن في الجافا داخل الداتابيس مش محتاج اكتر من ان انت تقول له جي دي بي سي ديفولت كونكشن. عملت الانسيرت ستيتمنت، قلت له انسيرت الاتش ار للجوب، قلت له انسيرت الكلام ده. وبعدين جيت هنا عملت prepared statement عشان يفتح لي بس create new prepared statement، وقلت له عملت ميثود اسمها insert new job. في insert new job انا بدخل له الجوب اي دي والتايتل والمينيمم سالري والماكسيمم سالري، وببدا عمليه الانسيرت عاديه جدا. insert statement واسان values، وبعدين خلاص بعمل ايه close the session. كده خلاص ادي الفكره كلها، موضوع سهل جدا. طب النكست ستيب قلنا بنعمل ايه؟ بنيجي هنا على مكان الكلاس بتاعنا، ونفس الكلام باجي هنا في اللاين ده بكتب ايه سي ام دي عشان يفتح لي الكوماند، واقول له ايه اقول لود للجافا، وحط لي الكلام ده كله في اليوزر اللي اسمه اتش ار على الاو ار سي ال، وكمان اعمل لي عرض للبيانات للكلاس اللي اسمه شوب ترانزاكشن دوت جافا، وببدا ادخل الباسورد، ببدا خلاص كده قال لي كده الدنيا تمام. اتاكد نرجع عن المكان اللي فيه الجافا كلاس بتاعتي وندور عليه هنا. اوكي التيبل نعمل له رن للجافا، فعلا جوب ترانزاكشن برضه محتاج بيلد، نقول له بيلد الكلام ده. هنلاقي ايه اللي حصل؟ هنلاقي فعلا ان الكلاس بتاعي نزل فعلا جوب ترانزاكشن، وده عمل امبورت الكونكشن وعمل البيانات دي كلها. نفس الكلاس بتاعي نزل مفيش اي جديد، كل الجديد اللي انا هعمله هنرجع للباكج بتاعتنا فاكرينها. وفي الباكج بتاعتنا انا ضايف هنا بس ميثود في سيجنتشر اسمها انسيرت، بديله البارامترز بتاعتي 1 2 3 4 اللي هي الجوب اي دي والتايتل والمينيمم سالري والماكسيمم سالري. بس نمبلمنت الكلام ده ازاي؟ مش هنعيد الكلام، كل القصه موضوع سهل خلاص بالنسبه لنا. مش هنشتغل بي ام سيكول، ولكن ده جافا ستور بروسيجر او جي اس بي. هقول له الكلام ده كله از ايه بقى؟ از طبعا هي جافا، واسمها اسم الكلاس بتاعنا، ودي الاسم الكلاس. اسم الكلاس بتاعنا ايه؟ طبعا شيل دي، محتاجين بس السيجنتشر هيكون شكله ازاي. هقول له هيبقى بالمنظر ده، في 2 سترينج و2 بارامتر لونج. هل في ريتيرن فاليو؟ لا، لان دي الفانكشن دي هي فويد. اتاكد ازاي ان هي فويد ما فيهاش ريتيرن، فبالتالي مش محتاجين نقول له ريتيرن فاليو، ودي اصلا بروسيجر. تعال نتاكد ان كلامنا صح، ران، مش محتاجين بس نقفل الكلام ده، وفعلا الدنيا تمام. طيب تعال نجرب بقى، احنا كده عملنا الباكج، الباكج دي بتعمل انسيرت في التيبل صح؟ طيب ناخد نفس الباكج ديت ونيجي هنا مثلا نفتح نيو تاب نقول له بيجن، وبقول له اسم الباكج دوت اسم الميثود اللي بتنادي على الجي اس بي، وبديله مثلا بارامترز اي تي مانجر المينيمم سالري والماكسيمم سالري. تعال نرن، فعلا اداني ان هو سكسسفلي كومبليتد. تعال نفتح التيم بتاعنا ونيجي نشوف فين فعلا الاي تي مانجر فعلا نزل معانا كريكورد بالمنظر ده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضره بتاع النهارده، واتعلمنا مع بعض يعني ايه ستور بروسيجر، وازاي نقدر نستفاد من خصائص الستور بروسيجر. في النهايه بس احب اعلق على كلمتين، ان الستور بروسيجر فيها بعض القصور زي ما قلنا، في ليميتيشن
هي بروسيجرال لانجوج، هي معموله بس او مصممه خصيصا للتعامل مع الداتابيز اوراكل بس، ولكن الجافا هي اوبجكت اورينتد، اقدر اتعامل مع اي بلاتفورم، اي اوبريتنج سيستم، اتعامل اوفر ذا ويب، اتعامل مع السكيورتي، اتعامل مع النتورك. وبالتالي اضافه الجافا انسايد الاوراكل داتابيز هو عمل اكستند للفيتشر بتاعتنا، وبالتالي قدرنا ان احنا نحقق او ننفذ مجموعه من الفانكشنز اللي ما كانتش موجوده قبل كده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، و يا ريت الناس تحاول برضو تعمل مثال صغير، حتى لو ما كانش عندك خلفيه عن الجافا ممكن تجيب اي مثال من الانترنت وتجرب ازاي تقول هالو وورلد، مثال بسيط. واظن ان شاء الله بعد النهارده مشكله الناس او مبرمجين الجافا اتحلت باذن الله تعالى. نسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.